السلام عليكم طلاب، نبلش وياكم هاي المحاضرة الثالثة. نبلش الساعة بالوحدة الثانية. طبعا بداية السلام عليكم، رمضان كريم إن شاء الله وصيام مقبول. أنا وياكم دكتور مقداد. هاي المحاضرة موجهة إلى كلية الزراعة قسم البستنة المرحلة الثالثة. مثل ما قلت إحنا راح نبلش بالوحدة الثانية إن شاء الله. أنا دزيت لكم المحاضرة، نزلتها على التليجرام ونزلتها على الموديل. أتمنى تقروها قبل لا تبلشون بمشاهدة هذه المحاضرة. اليوم محاضرتنا راح تتكون من جزئين. الجزء الأول هو راح نركز على القواعد. عندنا اليوم بالقواعد الـ Present Simple Tense، يعني الزمن المضارع البسيط. وعندنا أيضا الجزء الثاني من المحاضرة هو القطعة. راح ناخذ القطعة ونقراها، وأكو أسئلة ونتحلوها عليها. هسه نبلش إن شاء الله بالجرامر أو القواعد. عندنا هاي الـ Present Simple Tense، الزمن المضارع البسيط. عندنا هنا شنو القاعدة؟ عندنا القاعدة اللي هي خلينا نقول نمشي عليها تكوين جملة بزمن المضارع البسيط. مثلا خلينا نبدأ بمثال وبعدين نرجع للقاعدة. مثلا هذا المثال: I go to work by car. I go to work by car. زين، هذا المثل شنو مثل زمن المضارع البسيط؟ طبعا مثل ما نوهنا بالمحاضرات السابقة، قلنا إذا أريد أكون أي جملة بغض النظر عن الزمن، بغض النظر عن الزمن، سواء زمن المضارع البسيط، سواء زمن الماضي، سواء زمن المضارع التام، ماضي تام، مستقبل، مضارع مستمر، أي زمن أي زمن، لازم عندي فعل وفاعل، لازم ركيزتين عندي مهمات بالجملة، وإلا تكون الجملة فاشلة وتكون الجملة ناقصة. شنو المطلوب؟ الفاعل، وبعد شنو المطلوب؟ الفعل. الفاعل والفعل ظلت بعدين اذا شنو الزمن اللي انا اريد اكتب بيه او اتكلم بيه او يعني اشتغل بيه. شنو الزمن؟ مضارع بسيط اتبع قواعد المضارع البسيط، ماضي بسيط اتبع قواعد الماضي البسيط، وهكذا. هسه احنا عندنا زمن شنو؟ زمن شنو عندنا؟ زمن المضارع البسيط. شنو القاعدة مال زمن المضارع البسيط؟ اجيب اول شيء فاعل، عندي لازم مثل ما قلنا عندي فاعل. شنو الفاعل؟ ظن الفاعل، هذا ظن الافعال، يعني الضمائر الفاعل. مثلا شنو؟ اي، وي، يو، ذي، هي، شي، ات. خوش، ظني كلهن فاعل. اذا الفاعل جمع مثل من؟ هذا فاعل جمع. اي، وي، يو، ذي، هذا يعتبر جمع. الاي صح هو مفرد بس هو بالانجليزي يعتبر جمع. الفعل مالت ياخذ شنو؟ ياخذ اس، ياخذ العفو، فعل مجرد. يعني نسميه الحاله الانفينيتيف، مجرد، فعل مجرد. زين، هاي حالة. الحالة الثانية هي شي ات. شنو الفعل؟ شنو الفعل مالتهن؟ الفعل مالتهن ما عندنا ورك، ما الفعل ورك مع اس، مع اضافة اس. ماشي، هاي بحالة الجملة الخبرية، الجملة المثبتة. زين، او شو يقولون؟ بوزيتيف. زين، اذا عدي نيجاتيف، احنا اخذنا قلنا اخذنا الافعال المساعده، قلنا شو وقت يظهر الفعل المساعد بالزمن الماضي البسيط والمضارع البسيط؟ شو وقت يظهر؟ قلنا يظهر اذا شنو؟ اذا ردنا نسوي جمله بالنفي او ردنا نكون سؤال. بهالحالتين فقط شنو عندنا؟ يظهر عندنا الزمن، يظهر عندنا الفعل المساعد. زين، عندنا احنا قلنا زمن مضارع بسيط، شنو الفعل المساعد والمناسب لمن؟ للمضارع البسيط. اذا الفاعل جمع، عندنا الفعل الفعل المساعد هو دو، اذا الفاعل جمع. وشنو؟ does، does، دي او اي اس، اذا الفاعل مفرد. زين، بس بعدين هم شوي نحكي عن الفاعل. زين، من اجى دو قلنا من ظهر عند فعل مساعد، الفعل بكلا الحالتين يرجع فعل انفينيتيف مجرد، work work. شوف هنا من عند مثبت او بوزيتيف work works، بالمفرد اخذ اس، بالجمع ما اخذ اس. من عندي لا، عند الفعل شنو؟ فعل المساعد ظهر، ليش؟ لان اريد انفي الجمله. don't work، doesn't work، فعل بكلا الحالتين، يعني الفعل التام قلنا قسمنا الافعال فعل تام وفعل مساعد وفعل موديل فيرب،
كنا بدنا نشرحنا قديش بالمحاضرة. قلنا الفعل المساعد إذا ظهر الفعل التام بدون S. هاي أرجو أن تكون واضحة عندكم. زين. قلنا نحكي في شيء عن الفاعل. الفاعل مرات مو I و we و مرات شنو cars cows مثلاً خذنا cars سيارات أبقار. مرات شنو experiment تجارب. مرات trees أشجار. مرات أحمد عن علي. مرات أحمد. مرات schools. مرات hospitals إلى آخره من الأفعال. فمو شرط مرات هي الفعل هو فت عبارة عن ثلاث أربع كلمات مثلاً student school يعني طلاب المدرسة مثلاً. ما أقول مو أنا عد student يعني معين واحد لا عد student معين student school فتش بهل تكون واحد ينتبه زين هاي خلصنا منها. هاي القاعدة القاعدة شنو عد subject هذا subject أهم شيء القاعدة في positive subject زاد شنو زاد verb زاد تكملة الجملة هسه راح نأخذ أمثلة ونشوف. إذا أرد أنفي subject زائد do أو does زائد not زائد الverb هاي إذا أريد أنفي. طبعاً أنا أفضل ما تكتبون مختصر أنا ما أحب هذا المختصر حتى واحد يصير عنده يعني إحنا بعدنا جاي نريد نفهم اللغة الإنجليزية حتى واحد يصير عنده المفاهيم واضحة نكتب do not N O T مو ما نختصرها do كلمة و not كلمة ثانية does not do does كلمة و not كلمة ثانية. زين هسه خلصنا منها قلنا subject زائد verb بالبوزيتيف subject زائد do او does زائد الفعل infinitive بين بالنيجاتيف زائد نوت العفو ما نسينا النوت. زين الحاله الثانيه عندي اذا بدي اكون سؤال اذا بدي اكون سؤال قلنا اذا بدي اسال بصوره عامه شنو استخدم بس الفعل المساعد do does قول subject اجيبه هذا subject بعد شنو والفعل الرئيسي. زين يعني قلنا هنا شوف هنا الفعل المساعد ظهر ليش لان ده كون سؤال يا زمن احنا ساعه زمن المضارع البسيط present simple tense. زين هاي حاله اذا حاله مثلا بدي اسال عن شيء عام مثلا do you play football بس بدي اسال انت تلعب طوبة أو ما تلعب كرة القدم أنت تلعب كرة القدم أو ما تلعب do you play football does she play football أنت تلعبين كرة القدم مثلا هذا مجرد صورة عامة بس لا إذا أردست أسأل عن شيء معين أو محدد أستخدم أحدى أدوات السؤال question word question word هنا الوير والوين والواي والوات والإلى آخره والوتش إلى آخره من أجيب أداة سؤال أسأل عن شيء محدد بس شنو تبقى القاعدة نفسها شنو أداة السؤال do does أجيب الفاعل subject زائد الفعل هذا الverb الفعل شنو لازم مجرد ما يصير هنا بس أو بدون s بس بحالة واحدة بالبوزيتيف عندنا بالبوزيتيف إذا الفاعل مفرد يأخذ s هاي خلوها ببالكم أرجو أن تكون واضحة وإذا عندكم سؤال هم نتناقش بها إن شاء الله. زين قلنا أداة السؤال question word do أو does حسب الفاعل إذا مفرد نجيب ذني إذا does إذا جمع نجيب do ودور الفعل مجرد وعلامة استفهام كلش مهمة. زين هاي أمثلة تتعلق بالقاعدة مثلا do you live in Britain in Bristol in Bristol مجرد سؤال عام do you live in Bristol طبعا هذا يكون هذا سؤال عام يكون جواب ما هو short answer وخذنا أمثلة وحلينا أسئلة عليه yes we do No, he doesn't. قلنا إذا جاوب no يكون شنو؟ جواب نفي. وقلنا ما يصير نقول بس yes or no. يعني فد شيء عيب يعني إحنا نقول لازم نكمل. Do you live in Bristol? Yes, we do. Does he have a car? No, he doesn't. نشوف ال have ناشنو جاي فعل تام للملاحظة يعني حتى خف. وال does هو فعل مساعد. No, he doesn't. شوف هنا تحول. ليش هنا have he have does he have a car ليش لأن هنا عندنا الفعل مساعد يرجع شنو يرجع الفعل مجرد الفعل التام يرجع مجرد ما شنو لا جملة عادية no he doesn't no he doesn't ماشي. زين هنا شو وقت نستخدم الفعل present simple tense على السريع نستخدمه وين عندنا حالات يومية يعني تتكرر عندنا أفعال أو عادات تتكرر يومية عندنا مثلا شنو I go to work by car. I wash my hair twice a week. هاي حالات يومية تتكرر عندنا.
فمستخدمين شنو زمن المضارع البسيط. حقائق a fact that always true. شنو الحالة الثانية؟ الحقائق اللي هي دائما موجودة دائما صحيحة. مثلا شنو؟ مثلا الصن تشرق من المشرق. مثلا رونالدو لاعب رونالدو كومز نافع أخذ اس ليش؟ لأن الفاعل مفرد from Brazil. رونالدو come from Brazil. جاي من البرازيل. My daughter has brown eyes. ابنتي عندها عيون هنقول بنية أو جوزية. زين هاي حقيقة ما تتغير. زين بعد إيش عدي؟ يعني عدي هم حقيقة يعني من long time من زمن بعيد. مثلا شنو؟ He works in a bank. هو يعمل بنك. هاي يعني صار مدة متعود عليه حقيقة تام. أو هاي صفة يعني ترجع له. I prefer coffee to tea. أنا أفضل الكوفي على التي يعني على القهوة على عن الشاي. زين هنا هاي ملاحظات أعتقد واضحة عندكم. ما بيفد مشكلة. شنو أقول لك؟ إذا شو وقت نضيف S وشو وقت نضيف ES وشو وقت إذا الفعل عادي دائما نضيف ل S. القاعدة العامة دائما نضيف ل S. هاي ال S. يعني حتى نحول مثلا he eats he helps بس S نضيف. مرات شنو نضيف ES؟ شو وقت؟ إذا عدنا انتهى الفعل ب S دبل S بس ب S H C H X and O. هاي الأمثلة عليها. إيش عدنا بعد verb that end with Y change Y to IES. إذا عدنا الفعل منتهي ب Y وقبله شنو؟ قبله حرف صحيح مثل carry C A R C A double R Y. قبل ال Y حرف صحيح. شنو نوخر؟ نوخر ال I نضيف شنو؟ E I E S. لكن إذا عدنا قبل الواي شنو حرف صحيح حرف علة مثل الواي أي الإي شنو نضيف؟ بس أس. لأن أعتقد كلهم ماخذين إحنا بالمتوسطة وهاي القواعد كلها واضحة. زين هناش عدنا شنو الأدفيربس. الأدفيربس هذا فشي مهم. الأدفيربس كل زمن إلى ظروف تجبي. الأدفيرب يعني ظروف. طبعا هاي ظروف لها معنى. نبر هذا في الشيء ما يتحقق. نبر ما تتحقق. الرارلي تقريبا نادرا بصورة نادرة. نبر يعني أبدا. الرارلي نادرا not often مو عادة. sometime يعني نقول 50% يصير 50% يصير. often عادة usually نقول غالبا always دائما. ذن دائما نستخدم. زين أكو شنو شوية ملاحظات عن استخدام ال adverbs. يقول لك دائما وين يجي قبل الفعل before the main verb قبل الفعل الرئيسي main verb when the main verb هذا start I usually start school at 9 قبل الفعل الرئيسي يجي. ولكن إذا أجى الفعل to be verb to be شوف هنا إذا تذكرون بالمحاضرة الأولى قلنا الأولى إذا الزمن المضارع البسيط زمن المضارع البسيط عندنا verb full verb أو main verb يجي ومرات شنو verb to be هم يجي يعني البي الإز مرات هي فعل شنو فعل رئيسي يجي. زين وإذا تذكرون التمرين اللي أخذنا الاف والاي يعني الاف فول فيرب والاي اكزيلري فيرب هاي كنت تنتبهوا لها. زين هنا شنو احنا عندنا الادفيرب بط هنا يقول after the verb be وشنو يقول يعني إذا اجى الفيرب to be مثل الفيرب to be شنو am are is ذن بالمضارع البسيط يجي بعدهم they are usually in a hurry in the morning هم عادة يعني بسرعة يعني مسرعين بالصباح we are rarely at home at the weekend احنا ما نبقى we are rarely احنا ما نبقى بالبيت بالويكند بالعطلة. زين هذا ال زين خلينا نشوف شو عندنا بعد هاي خص الادفيرب. زين عندنا هنا يقول sometime usually can also go at the beginning or at the end. عندنا sometime الظرف sometime والusually مرات يجي بالبداية مرات يجي بالنهاية هاي أمثلة عليها يعني هي مو فد قاعدة بس يعني هذا فد سماحية تقدر تستخدمها بالبداية تقدر تستخدمها بالنهاية. هسه قلنا احنا شنو we play sometime card هاي القاعدة تقدر تخليها بالبداية sometime we play cards. زين
I go usually shopping with a friend. شو ما قاعدة يعني يقولون I go shopping with a friend usually. يعني هاي خليها بعدين. زين. يقول ذني never always rarely and seldom ذني الظروف adverbs cannot move in this way. ما تقدر تطبق عليهم هاي القاعدة. يعني هذا السا never I go to movie هاي ما قاعدة جملة. زين. على كل نحن نركز عليه من على ذني الثنين. الverb to be يجي بعدها والfull verb أو main verb يجي قبلها. أبدأ يقول لك شنو every day every week every month شنو هاي تيجي goes at the end تيجي بالأخير he phoned me every night هاي تيجي بعدين بالأخير. هنا راح نتوقف بالنسبة للجرامر أو القواعد. راح ناخذ شنو؟ راح ناخذ القطعة الساعة. زين. القطعة هنا عنوانها شنو؟ The Clown Doctors. The Clown Doctor. يعني الطبيب المهرج أو المهرج الطبيب. The Clown Doctor. الطبيب المهرج. زين. أكو ناتشي كم سؤال أتمنى تحلون. What does doctor do؟ شنو الطبيب يسوي؟ What does doctor do؟ What does clown do؟ شنو الواجبات الدكتور؟ شنو واجبات الطبيب؟ يعني أنت بينك وبين نفسك حاول توسع قابلياتك بالتفكير. حاول تسأل نفسك. Write down three things for each. اكتب ثلاث يعني مهمات لكل طبيب للطبيب وللكلاونز المهرج. هذا كلاس يور عادي هذا فد واجب يعني نقول شيء تمرين يعني ما يهمنا. زين. Which of these things did you think of? Which do clown do? Which do doctor do? يا اللي يعني يعملها أو هي يستخدمها خلينا نقول الطبيب يعني يستخدمها او يفعلها الطبيب وياه اللي يفعلها المهرج وياه هو اللي يفعلها اثنيناتهم. هاي نتناقش بيها ان شاء الله بالمحاضره. زين خلينا نبلش هسه بالقطعه. وبعدين هم بالمحاضره ان شاء الله او يعني بالتليجرام نحل هاي الاسئله. راح اترجم لكم القطعه هسه وإن شاء الله بالمحاضرة نحاول نحل الأسئلة. حاولوا أنتوا تحلون تتمرنون وبعدين إن شاء الله وياكم إحنا. The clown doctors. زين. All over the world, children in hospital are being treated with new kind of medicine. شنو هذا؟ يعني يقول all over the world بكل العالم الأطفال بالمستشفيات are being treated يعاملون with a new kind of medicine. نوع جديد من الطب. شنو اللفر؟ اللفر هو شنو؟ اللفتر. شنو الضحك او يعني السعاده. لوسي وحده اسمها لوسي is 23 and هي عمرها 23 سنه and works for Theroda Children's Trust. مركز اسمه Theroda Children's Trust. She is one of many clown doctors. هي واحده من عده اطباء مهرجين. Who's bring smile to the faces of six children? والذين هم يجلبون ال يعني السمايل البسمة أو الضحك على وجوه الأطفال المريض يعني المريضين. زين هسه راح تبدأ القطعة. I'm Theroda clown doctor. يعني أنا طبيب مهرج أعمل في هاي المركز اللي هو عرفه هنا Theroda children trust. I call myself doctor Lulu. أنا أطلق على نفسي دكتور لولو. I spend 2 days a week in children hospital being extremely silly with my friend and colleague دكتور Chuckers. أنا يعني I spend two days a week in children hospital. أنا أقضي يومين أو أداوم خلينا نقول يومين بالمستشفى. Being extremely silly يعني معناته أكون مضحك يعني جدا مضحك
with my friend and colleague, مع أصدقائي وزملائي. دكتور مع صديقي وزميلي دكتور. هذا اسمه دكتور تشكرز. اسمه دكتور تشكرز. We make funny face. نحن نسوي وجوهنا مضحكة أو ممتعة. Tell jokes. يعني نسولف نكات. And do magic tricks. وشنو بعد؟ Do magic tricks. يعني معناتها نسوي شون خدع سحرية. Also as I walk into the ward. عندما أمشي بالممرات يمكن يعني مع المستشفى I blow bubbles أنفخ يعني هاي الفقاعات shake hand يعني أحرك إيدي with the kids and make up nonsense song وأسوي فد كلام يعني شلون كلام أو أغاني ما لها معنى شيء يعني مجرد للضحك for those children well enough to sing للأطفال اللي هم بصحة جيدة حتى يغنون يعني عندهم قوة كافية بس يغنون يعني We take special balloon to make balloon animal. Animals. ناخذ يعني بالونات خاصة حتى شو نسوي حيوانات هاي الحيوانات اللي هم يسووها من النفاخات خلينا نقول أو من البالونات. And tell funny stories. نقول نسولف أو نقص عليهم funny stories ممتعة يعني قصص ممتعة about them عن الحيوانات طبعا هنا أشوف them لا تذكرون الكاوز قلنا they الانيمالز على them يعني ترجع لهم them we often meet kids who one week look really sick نحن نلتقي بأولاد أو who one week look really sick في أسبوع كلش مريض. Then we go back next week and they are racing about healing. Hi there, Dr. Lulu. الأسبوع القادم هم نشوفهم بحالة أحسن. هم يصيحون أو يسابقون ويانا ويصيحون Hi there, Dr. Lulu, Dr. Chuckers. يعني نشوفهم بحالة أحسن. من الأسبوع الثاني نشوفهم بحالة أحسن. I'm naturally very cheerful person. أنا طبيعتي جدا مرح. شخص مرح I always been clown أنا always been clown أنا كنت يعني أنا يعني أو هنقول كنت مهرج in fact my father is a clown بالواقع هنا S هاي is معناته مختصرة my father is a clown بالواقع أبي هو شنو هو مهرج and I started working with him when I was 8 years old when I started أنا عملت معه أو بدأت العمل معه عندما كنت 8 سنوات عمري. I know it was just a job for me and I become a clown doctor because I think it's a great way to cheer up sick. أنا يعني أنا أعرف it was that the job for me إنه أصبح عملي وأنا أصبحت دكتور ليش لأن أو مهرج دكتور حتى شنو حتى أسعد الناس حتى أدخل الفرح على الناس المرضى أو الأطفال المرضى frightening children والخائفين frightening frightening children in hospital الأطفال الخائفين والمريضين بالمستشفى. I wear a fancy coat. أنا يعني أرتدي نقول جاكيت ملون, a yellow shirt, قميص أصفر, and tight with big strip. ورباط tight وأربطة أو رباط with big strip يعني نقول مخطط تخطيطات يعني كبيرة. Also, I have red rubber nose. أنا أرتدي red rubber nose هذا الخشم يعني المستعار حنقول أحمر. And wear my hair in crazy plaits. وأرتدي على شعري crazy plaits. Plaits يعني ضفائر. ضفائر حنقول مضحكة أو مجنونة شنو يعني تفهموها. Being clowned in hospital. It's very tiring both physically and emotionally. حتى من تكون يعني
كلاون ان هوسبيتال يعني مهرج في الهوسبيتال في المستشفى very tiring فتشي كلش متعب عن both يعني من ناحيتين ناحية الفيزيائية من ناحية العاطفية emotionally عاطفية we have to learn not to show our feeling احنا كون نتعلم من بين او من نظهر مشاعرنا الداخلية يعني otherwise we would be useless مع وإلا سوف نكون غير فعالين أو غير مفيدين. Clown doctors are sensitive, but it is not side most people see. هو الكلاون دكتور هو كلش حساس بس هذا الجانب من يعني من الشخصية ما حد يحس به ما حد يعني كثير من الناس ما يحسون به. To the children we are happy all the time. احنا كلش سعيدين مع الاطفال. I'm still learning to allow myself to feel sad occasionally. انا يعني اجبر نفسي اعلم نفسي حتى اكون حزين حتى اخلي حزني بالاخير occasionally اخيرا يعني ما اخلي حزني قدام الاطفال. زين. There are special kids you get really close to. هناك عدد من الأطفال هم يعني جدا قريبين إلى close to at the moment I'm working with a very sick little girl from Bosnia في هذه الحالة أو في هذا الوقت أنا أعمل مع طفلة جدا مريضة من بوسنيا who speaks no English طفل أو طفلة طفلة لا girls little girls who speak no English هي ما تتكلم اللغة الإنجليزية so our only common language is laughter لذلك هو يعني اللغة مالتنا هي مجرد الضحك أو السعادة خلينا نقول she is being in and out of hospital for operation so many times هي تكون داخل أو خارج المستشفى المستشفى وتخرج المستشفى لإجراء العمليات عدة مرات and she always in my mind on my mind وهي عادة في بالي زين نكمل هنا القطعة الصفحة الثانية at lunch time في وقت الغداء we eat in the hospital cafeteria and that is really useful because we meet the nurse and doctors بالوقت الغداء احنا وين نروح الكافتيريا مال الهوسبيتال and نلتقي وكلش مفيد ليش لان احنا نلتقي النيرسز الممرضات والدكتورز الاطباء they tell us about particular kids who they think will benefit from the clown doctor visit. احنا نسمع روايات او هم يخبرونا من اطفال معينين فائدتهم شنو من الكلاون دكتورز كلاون دكتور زيارة الكلاون دكتور يعني زيارة الطبيب المهرج. If children is frightening perhaps they being given an injection or some nasty medicine we can distract them so the nurse can do their job يعني يقول اذا كان الطفل خائف ليش خائف perhaps they are being an injection or some nasty medicine يعني بسبب لانهم يردون يعطوهم حقنه given an injection او شنو بعض الدواء مو طيب يعني nasty قبيح او مو طيب طعمه مو طيب احنا شو نسوي we can't distract them احنا نلهيهم distract them so nurse can do their job لذلك الممرضات تقدر تكمل عملها. About 6 o'clock في الساعة السادسة دكتور تشيكرز and I take off our makeup يعني بالساعة السادسة أنا ودكتور تشيكرز نوخر الميك اب يعني هذا الزينة اللي خلوها علينا and change our clothes ونغير ملابسنا. We are totally exhausted احنا صورة تامة يعني متعبين. Sometime I have a night out with friends. بعض الأحيان أروح وين أخرج مع أصدقائي يعني night out.
it helped me unwind. ساعدني على شنو الاسترخاء خلينا نقول أو الراحة. When I finally fall into bed, عندما خلينا نقول يعني استلقي بالسرير ماتي, I crash out. هيس روحي يعني مكسر خلينا نقول بلغتنا. At weekend, we often ask to participate in event to raise money. بالنهاية الأسبوع إحنا نطلب من عندنا شنو to participate للمشاركة بال in events في شنو مهرجانات فنقول أو فعاليات شنو حتى raise money for Tirado Children Trust, حتى raise money نجمع أموال لمن هذا المركز Tirado Children Trust. It's a charity, هي مجرد شلون تبرعات أو منحة. So we are paid with the money people give. ومن هاي التبرعات يعني احنا يدفعونا يعني رواتبنا خلينا نقول او اجورنا من هاي التبرعات. Being a clown doctor, تكون clown doctor يعني طبيب مهرج, makes the worry of every day. يعني يخلي مثلا الحياة هي بعينك جدا صغيرة. All in all, يعني خلينا نقول all in all معناتها الخلاصة, I feel privileged, يعني أنا أشعر بالشرف to do this job, حتى يعني لكوني أعمل هذا يعني الشغل أو أعمل في هذه الوظيفة. زين, هسه شنو المطلوب منكم؟ المطلوب منكم أول شيء تحلون تمرين 5, هذا إن شاء الله نحله, بس أنتوا حلوه بيناتكم أو يعني كل واحد يحله واحدة. تمرين 4, شنو new kind of medicine يعني ذكرنا احنا اللافتر هو new kind of medicine الضحك. بدنا نحاول نجاوبهم. زين, تحلون هذا هم التمرين grammar spot, يعني هنا يركز على grammar, بس شنو تستخدم القطعة حتى تجاوب. زين, هنا هم المطلوب تحل هذا التمرين, تمرين 6. تمرين 6 والمطلوب نحله. هسه مطلوب تمرين 4, احنا 2 هم 2, مطلوب تمرين 2, تمرين 4, تمرين 5, تمرين 6. اللي اريد ادزه واجب هو بس تمرين 5, بس تمرين 5 واجب, هذا واجب. اوكي, اقرأ ان شاء الله الملزمه بصوره جيده, واي سؤال عندكم ان شاء الله نتناقش فيه, وان شاء الله اشوفكم على خير, واتمنى لكم الموفقيه والنجاح. وياكم دكتور مقداد, كليه الزراعه جامعه الكوفه, اتمنى لكم الموفقيه. مع السلامه.